فلا يلزم من نفي الإيمان والإسلام إثبات الشرك، ولا يلزم من إثبات الكفر إثبات الشرك، لا يلزم. يعني كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. فمن خرج من ذي الدائرة فقد كفر، من خرج من الدائرة الأولى فقد كفر، لكن كونه كافرا لا يلزم أن يكون مشرك، لا. وخرج من الإسلام والإيمان الرضي المرضي عند الله، وكان من المغضوب عليهم الضالين. وبناء على يعني ما هذه الفكرة التي هي كل خروج من الإسلام والإيمان شرك، وجدنا في كتب التفسير واحنا نقرأ الفاتحة أن المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالين وعصاة الموحدين. يعني يكونوا ذلك نحبهم. ولذلك اعترض، شوف راجع المجلد 19 من قاموس الشريعة، تجد هناك اعتراضا من العيار الثقيل على هذا التفسير، تفسير المغضوب عليهم من اليهود والضالين النصارى. قال ما شغلهم ذلك مغضوب عليهم والضالين؟ الله ما يغضب على أهل الكبائر ولا يحبهم ذلك ويرضى عنهم؟ إذا المغضوب عليهم والضالون كل من خرج من الدائرة الأولى. احنا ما نحصر استعادتنا فقط من أن يحصرنا الله مع المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، كلا، بل كل مقارب لكبيرة مقيم عليها غضب الله عليه ولم يرضى. فحصر هذا التفسير المغضوب عليهم والضالين في اليهود والنصارى هذا غير مقبول اطلاقا.